نقطة ربما شغلت الرأي العام وشغلت شبابنا على وجه الخصوص في الفترة في الأسبوع اللي فات، وأصبح لزاما علينا أن احنا نبين لشبابنا حقيقة اللي حصل حتى لا يفتنوا بما حدث. اللي حصل أن الأستاذ عمرو الليثي وهو صديق عزيز ومحترم في برنامجه استضاف أحد الشباب وعمل حلقة. هذا الشاب يعني عمل بعض الأمور اللي أبهرت الحضور في البرنامج وأبهرت السادة المشاهدين، وهو فسر ده بأنه خفة يد زي ما شفنا، جاب عمل بطاطس، طلع دخل فلوس جوه التفاحة وجوه البرتقانة وحاجات حسابية حصلت في الحلقة. أعتقد معظم حضراتكم شاف الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت. المهم انه اللي في البرنامج ابهره والمشاهد ابهر، وقعدنا بقى نشوف تفسيرات من هنا وتفسيرات من هناك للي حصل، والبعض ربما فتن بهذا الشاب ويعني نظر ليه نظرة غريبة شوية على انه يعني حاجة خارقة للعادة وحاجة واصلة وحاجة وحاجة. والغريب ان بعض الناس للأسف الشديد على لسانه هو بدأوا يبعتوا له اللي عاوزه يجي علشان يسرق له فلوس من البنك ويديله نصها، واللي عاوزه يجي علشان يحول له الجنيهات لدولارات، واللي عاوزه يجي علشان خاطر يعمل له يحل له مشكله بينه وبين واحد معرفش فين. قصص عجيبه وقصص غريبه السبب فيها هقول لحضراتكم بعد شويه. لكن انا عايز استسمحكم في اني اقول الاول تفسيري لما حدث. وجهه نظري انا ورايي الشخصي انا ان الموضوع ده لن يخرج عن دائره السحر باي حال من الاحوال خالص. الموضوع لا فيه علم ولا فيه خفة يد، لأن مستحيل بخفة اليد أدخل الفلوس جوه التفاحة، مستحيل يعني. ومستحيل بخفة اليد أحضر بطاطس في الطبق وسخنة والناس يشوفوها وياكلوها يعني، مستحيل. ما فيش حاجة اسمها خفة يد تعمل كده. خفة اليد يسرق منك ورق، يحط ورقة كوتشينة جوه ما يعرفش إيه بتاع إيه، يلخمك تخليك تبص في حتة ويعمل هو حاجة تانية. الحاجات دي كنا بنشوفها زمان مع الناس اللي هم كانوا بيسموه زمان الحاوي او حاجه زي كده. انما اللي حصل ده ما فيهوش خفه يد اطلاقا. الموضوع من وجهه نظري لا يعدو كونه سحرا. السحر هو ايه؟ السحر هو انك او اللي حصل ده انه احد الناس بيسخر الجن نتيجه انه بيعمل اعمال ربما تكون اعمال يعني تغضب ربنا سبحانه وتعالى، فيتسخر له جن، وهذا الجن بعد كده يعمل له هو كل الحركات اللي شفتوها ديت واللي الناس بيبهروا بيها. الجن يا جماعة جسم شفاف جدا لا يرى بالعين، يستطيع أن يتشكل في أشكال غريبة وعجيبة وأن يأتي بخوارق العادات وخوارق الأفعال. الجن هو كده عالم تاني، له قوانين أخرى غير قوانيننا إحنا وغير القوانين اللي ربنا عز وجل بيّن لنا أسبابها. هو عنده أسباب تانية وعنده قوانين تانية، يستطيع أن يتشكل وأن يختفي وأن يعني يصنع أمور خارقة للعادة. أنت تشوفها حاجة عجيبة جدا لأنك أنت ما انتش شايف الجن نفسه. من وجهة نظري أنه اللي كان جوه التفاحة ده جن، هو اللي عمل نفسه ورقة فلوس. ولذلك لما جم يحرقوا ورقة الفلوس دي بعد كده، جم يحرقوا ورقة فلوس، تحس أن الحرق كان بشكل غريب. لما تيجي تولع في جنيه او في 5 جنيه او في 10 جنيه، بتولع فيها كده وتمسكها، بتقعد على الاقل دقيقتين ثلاثه النار بتشتعل فيها ببطء كده، وبعدين تبدا يعني تسري فيها النار بشكل اسرع شويه ثم اسرع ثم اسرع شويه. انما اللي حصل انه يدوب حط الولاعه كده الورقه الفلوس ديت يعني كانها انفجرت. هذا الانفجار من وجهه نظري هو اللحظه اللي هرب فيها الجن. هو كان عامل نفسه فلوس، أول ما قرب منه النار هو هرب. ما كانتش فلوس، لو كانت أموال عادية زي اللي في جيوبنا كلنا ديت ما كانتش ولعت بالطريقة دي. واللي عاوز يتأكد يجيب الفيديو تاني ويشوفه. الكلام ده يا أخوانا سحر. الجنيه جوه التفاحة، الجنيه جوه البرتقانة، الجنيه يبقى دولار، الأرقام الحسابية اللي شفتوها وفيها أرقام غلط، يعني لو رجعت جبت الفيديو تاني وعملت الحسبة اللي هو عملها، اضرب كذا في كذا واطرح كذا وزود كذا، هيطلع الرقم النهائي غير الرقم اللي هم طلعوه على الشاشة على تليفون الأستاذ عمرو الليثي. وبالتالي الموضوع كونه لا يخرج عن كونه سحرا.
طب السحر ده بيحصل ازاي؟ دي امور بقى تانية خالص يعني مش حابين نخوض فيها. لكن انا ومش حابب اتهم حد باي حاجة، انا حابب احلل الحالة اللي شفتها تحليل بسيط جدا من وجهة نظري انا. الحالة دي ان كان فيه سحر في الموضوع وفي جن في الموضوع. الجن هو اللي عمل الجنيه، وهو اللي عمل الدولار، وهو اللي عمل تفاحة، وهو اللي دخل، وهو اللي خرج، وهو اللي ولع، وهو اللي هرب لما ولعوا فيه. كل الحاجات دي جن. مستحيل مستحيل بالمنطق البشري ان في انسان قاعد قدام انسان يعرف ايه اللي في دماغه وايه اللي كتبه وايه اللي عمله. ولذلك عشان برضو تعرف ان هو جن، الجن ما بيقدرش يقرا افكاري اللي هعملها. الجن يا جماعه ما يقدرش يقرا افكاري اللي انا ناوي اعملها. هو ممكن يعرف اللي انا عملته عن طريق ايه؟ عن طريق القرين بتاعي. يعني هو يجي للقرين بتاعي يقول له هو الشيخ ده عمل ايه امبارح؟ يقول له امبارح راح عمر مكرم الساعه كذا وركن عربيته في المكان الفلاني وهو مروح عمل كذا وسوى كذا. دي حاجات ماضيه اطلع عليها القرين بتاعي وبلغه بيها. فلما يجي هو يقول لي انت عملت كذا امبارح، ايوه هو ممكن يعرف، لان الجن اللي معاه كلم الجن اللي معايا فقال له تاريخ حياتي ايه. انما ما يقدرش يقول لي انا ناوي اعمل ايه؟ هعمل ايه بكره؟ ايه اللي في دماغي دلوقتي؟ ولذلك كان الاخ ده كل ما يعمل حاجه مع الاستاذ عمرو الليسي يقول له انت فكرت في كذا؟ طب اكتبها في ورقه او خليها قدامك. لما يكتبها في ورقه الجن يشوفها. طب ليه هو ما قالوش عليها من غير ما يكتبها؟ لو انت مثلا بتعرف وبتقرا الافكار، طب ما تقول الاستاذ عمرو الليسي ايه الارقام اللي في دماغه من غير ما يكتبها. لكن لا، يقول له اكتبها في ورقه وخليها قدامك وحطها ورا ظهرك واقفل عليها. وهو بيكتبها الجن شافها. فلما الجن شافها قال له هو كتب كذا كذا كذا، فالتاني يقول له انت في دماغك كذا 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 كذا. لكن اتحداه وانا بقول الكلام ده على الهوا ان هو يجي معايا هنا ويقول اللي في دماغي من غير ما اكتب ورقه. بتحداه، لا هو ولا ادخن جن على وجه الارض يقدر يعرف الغيب. لان الله يقول قل لا يعلم الغيب الا الله. الغيب اللي هو ايه اللي هيحصل كمان دقيقتين محدش يعرفه، ايه اللي في دماغي جوه محدش يعرفه. انما هو يعرف لو انا كتبت اللي في دماغي ترجمته لحاجه ملموسه، كتبتها قدامي في ورقه، في اللحظه اللي كتبت فيها الجن قراها، الجن بلغه، هو بيقول لي انت بتفكر في كذا وانت كاتب في الورقه كذا 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 كذا. ديت الخلاصه بمنتهى البساطه، وامر مش غريب ومش عجيب. الجن يعمل كده ويعمل اكتر من كده، لكن لا تفتنوا بما حدث. والحمد لله على نعمه الايمان، وربنا يكفينا وإياكم شر السحر وشر الجن، وربنا يبعدنا عن كل هذه الموبقات المهلكات، الذنوب العظيمة اللي هي ذنوب من الكبائر، اللي هو السحر والشعوذة والدجل وما إلى ذلك. أرجوكم لا تفتنوا. الموضوع كله جن حاضر بيقرأ وبيبلغ، والتاني بيقول مسألة ما فيش أبسط من كده. أبونا أنا آسف طولت شوية عليك، لا العفو يا شيخ، لكن أنا حابب أسمع رأيك في هذا الموضوع. أنا بضم صوتي لصوت فضيلتك وانا قاعد بستمع لحديث الشيخ مظهر. ايها المشاهدين الكرام، بستعجب انه فعلا يعني نفس التطابق ونفس، اذا كان الاسلام بينهى عن السحر والشعوذه فبنفس الفكر وبنفس القدر المسيحيه ايضا تنهي عن السحر وعن الشعوذه. شوفوا بصوا الكتاب المقدس من اوله الى اخره وهو يهاجم السحر ويهاجم الشعوذه، ويطالب جميع المؤمنين بعدم استعمال السحر أو عدم الذهاب إلى السحرة، بل أنه أي إنسان يستعمل السحر أو يذهب إلى السحرة ويستعمل الأشياء التي يستعملونها ويترك الإنسان إيمانه ويترك الله ويلقي بهمه وباحتياجه إلى السحرة والدجالين، هذا مصيره البحيرة المتخذة بالنار التي هي الموت الثاني. يعني ده هالك. هذا الإنسان الذي يستعين بالسحرة والمشعوذين ويستعمل أدواتهم ويقرأ الكف ويقرأ الفنجان والكلام ده كله ده هم مصيرهم البحيرة المتخذة بالنار التي هي الموت الثاني. يعني ملوش رجعة تاني الواحد في هذا الأمر. تاريخ الكنيسة مليان بحوادث كتير. يعني مثلا الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل يتحدث عن واحد اسمه سيمون الساحر. سيمون الساحر ده كان ساحر عظيم في بلاد أورشليم القدس، وكان الجميع يتبعونه وينبهرون بسحره من كبيرهم إلى صغيرهم، يعني أبهر الناس كلها. لكن أمام كلمة الله وأمام الرسالة السلمية ورسالة المحبة ورسالة السلام التي قدمها السيد المسيح إلى العالم، ترك سحره وترك شعوذته وصار مع السيد المسيح. لما شاف إن هم
بالإيمان بيصنعوا أعظم من هو بالسحر وأعظم ما هو بالسحر، ترك السحر الخاص به وذهب وأصبح واحد من التابعين إلى السيد المسيح. إذن يعني السحرة أمام الله وأمام كلمة الله يتركون السحر الخاص بهم لأنهم يشاهدوا ما هو أعظم من سحرهم. فأنا أرجو كما قال فضيلة الشيخ مظهر، محدش ينبهر أبدا بحكاية السحر وبالشعوذة، كل هذه أفعال شيطانية، أفعال شيطانية خسيسة الشيطان يحاول إن هو يضل بيها الناس السلماء والناس البسطاء والناس الكويسين اللي ليهم إيمان طيب وإيمان مستقيم علشان خاطر يغير إيمانهم. يمكن برضو التاريخ الكنيسة بيذكر عن واحد تاني ساحر عظيم اسمه كبريانوس. كبريانوس ده في الآخر بعد يعني ما جابوا أحد الأمراء عشان خاطر يسخروا لتحقيق بعض الأغراض الدنيئة الخاصة به، إذا به يترك هذا السحر ويترك عبادة الأوثان ويصبح أيضا مسيحيا، لأنه تأكد أن سحره هذا مهما بلغ وكان أعظم سحرة المشرق، كان الأمراء يجيبوه عشان خاطر يسخروه في تحقيق بعض المآرب وبعض الأهداف وبعض الأغراض الخاصة بهم، لكن أمام قدرة الله وأمام عظمة الله أعلن إيمانه وترك سحره وصار إنسان يتبع الله ويسجد لله تاركا كل السحر. وفي أشياء كثيرة أخرى، السحرة مصيرهم البحيرة المتقدة بالنار الذي هو الموت الثاني، الذين يتبعون السحرة مصيرهم هكذا، اللي يجري وراء السحر وراء الشعوذة مصيره هكذا. نحن مع الإيمان ونحن سوف نظل سويا لنعبد إلا الله وحده. أنا محتاج نطلع فصل بس حابة أختم بس بحاجة تانية، إن هو العجب بقى مش في اللي عمل السحر، اللي عمل السحر ده واحد بيتعامل مع جن والجن بيعمل له شوية الحركات اللي أنت شفتوها ديت، حركات عادية جدا بالنسبة للجن، لأن هو الـ 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 البطولة في القصة إن أنت ما أنت شايف اللي بيعمل كده بس. يعني هو لو الجن ده متجسد، لو تجسد الجن اللي عمل كده كنت شفته هو رايح عند الأستاذ عمرو الليثي يقرا الكتاب ويروح يقول له هو كتب كذا، وشفته هو رايح يقرا التليفون وبيرجع يقول له عمل كذا، وشفته لما البنت قالت او فكرت او كتبت رقم هو شاف الرقم ورجع قال كذا. هو بيبني او بيستغل ان الناس مش شايفاه، فبالتالي حاله الابهار ناتجه عن ايه؟ ان انت ما انت شايف اللي بيعمل كده. زي زمان طاقيه في فيلم طاقيه لخفه مثلا، يعني انت شايف واحد الطاقيه بتترفع وطاقيه بتنزل، لو ما انتش عارف ان المخرج استخدم وسائل او تقنيه معينه علشان يعني يخبي اللي شال واللي حط واللي عمل، كنت انت حصل لك نوع من الهوسه برضه. فهو نفس اللي حصل في طاقيه لخفه بالظبط هو اللي حصل مع الاستاذ عمرو الليثي بالظبط. هنا المخرج ما كانش كان مستخدم التقنية علشان اللي بيحرك الطاقية ما يظهرش، وهنا صاحبنا الجن بيستغل اختفائه في انه يعمل الحاجات دي كلها والناس مش شايفاه. نقطة تانية، الجن ما يقدرش يسرق اموال كبيرة من البنوك، ولذلك الاخ قال للبنت الاخت المحترمة قال لها رقم صغير، لانه مستحيل الجن مثلا يجيب مليار جنيه من البنك، والا ما كانت البنوك فضيت. يعني لو الجن بيعمل كده والناس اللي مسخره الجن دي تقدر ان هي تجيب فلوس او تحول الجنيه لدولارات، طب ما حولوش ليه الجنيه لدولارات اللي في ايديهم هم؟ يعني صاحبنا ده كنا شفناه بقى اغنى اغنياء العالم، لو الجن بيقدر فعلا يحول الجنيه لدولار كان هو يعني اللي في جيبه بقى دولارات واللي في حسابه بقى دولارات، ويروح يحول الفلوس اللي في المصريه كلها لدولارات ونحطها في البنك المركزي تبقى عمله صعبه مثلا. ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب. إسرائيل فيها زي كده ألوف مؤلفة، ومع ذلك الاقتصاد بيتحكم فيه الله عز وجل. في أمور بسيطة بس، إنك أنت تطلع 500 جنيه 200 جنيه 300 جنيه دي حاجة ممكن هو ياخدهم من جيب واحد يعمل المصلحة بتاعته ويرجعهم له تاني في خمس دقايق أو في خمس ثواني، محدش يحس بيه مثلا. يعني الأغرب من ده بقى الناس اللي طالبين من صاحبنا تعالى حول لي التراب ذهب وحول لي الفلوس دولارات، هم دول بصراحة اللي محتاجين نقف معاهم. يعني انتوا ما صدقتوا لقيتوا واحد يقدر ينصب او يقدر يعمل حاجات غريبة، فانتوا عاوزينه يجي علشان يحول لكم الفلوس لدولارات ويجيب لكم أرصدة من البنوك ويسرق لكم ويعمل لكم. يعني يا جماعة نحتاج، المنطق كان غايب في القصة، المنطق والضمير كان غايب في الموضوع تماما. مع احترامي لكل الإخوة اللي حضروا في البرنامج أو في الحلقة مع الأستاذ عمرو الليثي، إنما البطل في هذه الحلقة كان الجن اللي ما حدش كان شايفه، ده اللي كان البطل في الموضوع، الجن اللي ما كانش حد شايفه. ولو كنا شفناه كنا شفنا كل اللي بيحصل ده شيء من العبط،
ان في حد بيعمل يودي ارقام يجيب ارقام بيبلغ ده بيقول لي بياخد من ده يدي لده ده دي كل القصه يعني. ازاي بقى هو سخره وازاي بيتعامل معاه وازاي انا مش هخش في القصه دي، هو بقى منه ربنا، ربنا اللي يحاسبه عليها وربنا اللي يتولاه برحمته، دي مش قصتي انا، بس عاوز احصن شبابنا من ان هم يبهروا او يحاولوا يسعوا في هذا الطريق علشان يبقوا زي صاحبنا ده، املا في ان هم يبقوا اغنياء واثرياء ويبقى معاهم الدولارات ويعرفوا ارقام ويعرفوا اسرار ويعرفوا كذا وكذا. لا تدخلوا في هذا الطريق ولا في هذا المعترك، كل هذه شركيات، كل هذه الامور اللي هي الاستعانه بالجن والتعامل مع الجن ودي كلها امور نهى عنها الاسلام ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعد، ثم قال السحر، فالسحر من الموبقات ومن أكبر الكبائر، وتصديق السحرة والتعامل مع السحرة من هذا المنطلق هو شرك بالله سبحانه وتعالى، ويدخلك في دايرة تانية خالص. أرجوكم إحنا عاوزين نكون بعيد عنها تماما، وأنا لا أكفر أحدا ولا أتهم أحدا بأي شيء، أنا بحل الموقف حصل وبقول وجهة نظري الشخصية في هذا الموقف. فاصل، وبعد الفاصل نلتقي عشان نتكلم معاكم بقى في اللي حصل في إيتاي البارود. ايه اللي حصل في إيتاي البارود؟ هنتكلم فيه مع ابونا اسماسيوس بعد الفاصل.